ومعي مشاهدين الكرام بضيفنا اللي ينضم لنا داخل الاستوديو الأستاذ مؤيد كريم محمد رئيس قسم صيانة الحاسوب إعدادية ديجي المهنية. حياك الله أستاذ. صباح الخير أستاذ. شرفت. بداية أستاذ بطاقة تعريفية عن حضرتك للمشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، مؤيد كريم محمد علي الفيلي رئيس قسم صيانة الحاسبات إعدادية الدجلة المهنية المسائية. نعم. أستاذ خلينا نبدأ بتقرير زميلنا حسن الشمري عن تنمية وتطوير المواهب العلمية للطلاب، ماذا قدمت كونك تدريسيا في المعهد المهني؟ بالبداية احنا يعني نحاول دائما انه احنا نساعد الطلبة بمواضيع العلمية. نعم. ورفدهم بأحدث الأشياء. المدرسة الوحيدة أو المتميزة أو الأولى كانت هي إدخال كارت المحاكاة الإلكترونية الأردوينو، وهو هذا فد تطور كلش علمي دقيق. نعم. أكثرية الشركات والمؤسسات العلمية هسه تعتمد عليه. نعم أستاذ. طيب ما هو الغرض من تأسيس التعليم المهني؟ الغرض من تأسيس التعليم المهني هو إيجاد الكوادر الشبابية العلمية العملية ورفدها بالمصانع والشركات. نعم. أستاذ في المدارس المهنية أيهما أفضل، الدرس النظري أم العلمي؟ إحنا ما نقدر نفاضل لأنهن اثنينهن يعني اثنينهن نفس المستوى. نعم. بس الدرس العملي يعني أهميته أكثر، وبدليل إنه إحنا الدرس العملي من يفشل الطالب بالاختبار للدرس العملي بالنسبة لنهاية الكورس الأول أو الكورس. نعم. الثاني يعتبر راسب لهاي السنة. بالنسبة للدرس النظري بي عدة يعني مجالات، يعني بي مجال إن هو يروح عند الكورس الثاني أو يحمله أو يمتحن دور ثاني أو دور ثالث. بالنسبة للدرس العملي نهائيا يعني أنت برأيك العملي أفضل؟ العملي أفضل أكيد. طيب الدرس العملي بحاجة إلى مواد خام، هذه المواد متوفرة بالصورة المطلوبة؟ والله سابقا يعني قبل حوالي يعني 10 سنوات كانت مديرية التعليم المهني تخصص مبلغ، يعني كان المبلغ تقريبا 250,000 دينار بالنسبة للكورس الأول، 250 للكورس الثاني لبطاقة تمارين الطلاب. يعني صار أكثر من يعني 6 سنوات أو 7 سنوات يعني هذا التخصيص ما أجانا، فإحنا نعتمد على يعني مجهود شخصي. يعني أكو شركات يعني متفضلة متبرعة يعطونا هاي المواد. تسد الحاجة هذه المواد أو مجرد يعني رمزية؟ لا لا يعني مو سد الحاجة 100%، لأن الأجهزة العلمية والأجهزة القياس. نعم. الدولة هي وفرت لنا، فيحتاج إلى مواد لإجراء التجارب. هاي المواد تبرعت بها شركات، ويعني حاليا يعني تقريبا احنا مسيطرين على هاي المواد يعني. نعم. بالنسبه للاعداديه مالتنا. نعم. زين استاذ برايك هل يرتقي المنهج في للطالب يعني يخليه انه ينجح ويتخصص بمهنه ما؟ اكيد اكيد، يعني احنا عندنا الطلاب مالتنا يعني من يتخرجون من الاعداديه من يروح الجامعات او المعاهد التقنيه. نعم. يصير عليه فثقل كلش هواي. ليش؟ لانه يعني هو طول 3 سنوات هو يدرس وينفذ الأشياء اللي هو يطبقها. يعني مو مثل يعني هذا الشيء يفيد للطالب. أكيد يعني مو مثل الطالب الأكاديمي العلمي أو الأدبي. نعم. هذا يعني بحياته يعني ما شايف أجهزة القياس والمواد الإلكترونية وشلون. نعم. يتعامل وياها. إنه كبداية يحس إنه شيء غريب أو جديد عليه. بالضبط. فمن يدخل الجامعة التكنولوجية أو المعاهد الفنية أو التقنية. نعم. بيلقاها غريبة عنده، أما الطالب المهني لا يعني يقدر يتخصص بالمستقبل بمهنة ما ويرتاح بها. أكيد بالضبط. أكيد. طيب أكو تمويل للطالب المخترع، شلون تقدر الهيئة التدريسية نساعده؟ والله يعني إحنا قدر الإمكان يعني نحاول إنه أول شيء معنويا إنه إحنا ندعمه. نعم. وماديا بصراحة يعني الطالب مثلا اللي تفوق عندنا، يعني عندنا طلاب شاركوا بمعارض يعني قبل هاي، نجمع بين ما بيناتنا ونقدم له فد هدية حتى تكون تذكار ودعم مادي ومعنوي. دعم معنوي أكيد. نعم. زين أستاذ حدثني عن اهتماماتك وأبرز نشاطاتك ومشاركاتك بالدورات الداخلية والخارجية. بالنسبة للدورات الداخلية عندي يعني بالعراق تقريبا حوالي 15 إلى 16 دورة، بالمملكة الأردنية الهاشمية الأردن عندي دورتين، وبكوريا الجنوبية عندي دورتين. اهتماماتك العلمية شنو؟ حاول شنو تكون؟ والله اهتمام يعني مجال تخصصي يعني بكل شيء يعني احنا ندخل به.
يعني هو الاختراع يقول الحاجة أم الاختراع. نشوف يعني الإنسان وين محتاج فد قضية معينة، نحاول إنه إحنا نساعده يعني بالقضايا الإلكترونية. طيب أستاذ، هذه مجموعة من الصور لمشاركاتك. حدثنا عن مناسبة وجودك مع الأستاذ الراحل كمال الدباغ رحمه الله. العفو، كامل الدباغ. كامل الدباغ كان برنامج العلم والجميع، الله يرحمه. هذا كان البرنامج العلم للجميع، كان اكو مناسبة تكريم المتميزين ضمن مراكز الرعاية العلمية. انا كنت مركز الرعاية العلمية الرصافة بسنة 1985. نعم. زين استاذ، حدثني عن ابرز واهم اختراعاتك. ابرز واهم الاختراعات بال 2009 استدعينا انا و يعني زميل الي اسمه عبد المحسن نوري. نعم. كان اكو فد قضية امنية، حماية الشخصيات المهمة وخاصة القضاة. فاكو برنامج كان اسمه برنامج حماية القضاة. شاركنا به انا وزميلي وقدمنا منظومتين، وهاي المنظومتين تم فحصها واختبارها ونجحت من عدد من العسكريين، حوالي يعني 150 ضابط من الهندسة العسكرية وأربع قوات فرق وقائد عمليات بغداد وقائد عمليات الرصافة وقائد عمليات الكرخ وقائد عمليات قائد الفرقة التاسعة وقائد الفرقة 11. طيب أهم مشاريعك المستقبلية؟ أهم مشاريع المستقبلية يعني أنا حالياً يعني دا أبحث بمشروع موجات الدماغ. أريد يعني هي أكيد يعني أكو أجهزة صنعت بالدول الغربية، بس إحنا هذا ما يمنع إنه إحنا نحاول إنه نصنعها. هذا المشروع هو عبارة عن تفسير موجات الدماغ، يعني أكو حالات خاصة مثل اللي عنده شلل رباعي. نعم. أو اللي عنده عجز بمكان معين ما يقدر يسيطر على أعصابه أو على إيديه، إنه ممكن تساعد على السيطرة. بالضبط، مجرد إنه هو فد متحسسات يعني يلبسها براسه. نعم. وهاي المتحسسات تبدي تقرأ موجات الدماغ، فهو مثلا يريد يعني الإنارة هاي ممكن إنه هو يتحكم بها، بس مجرد انه هو يباع على الاناره وهو يصير بدماغه انه هو المفروض انه اكو فد مفتاح اون اوف. طبعا العمليه يعني مو سهله، العمليه جدا صعبه، فيبدي يفكر بها فتطلع اكو فد موجات بالدماغ. اكو اجهزه، هاي الاجهزه تبدي تفسر هاي الموجه انه هي هاي الموجه يريد يطفي هذا المصباح فتطفى الاناره، تطفى هاي المصباح. بالنسبه يعني هواي اكو اشياء مثلا هو عطشان، فصعب عليه يعني هو. أنا بصراحة يعني صارت عندي فد حالة الله يرحمه يعني واحدة من خواتي وانصابت بمرض يعني وكان يخص الدماغ وهذا، فما قدرت يعني توصل يعني مجرد إنه إحنا نوجهها للأسئلة، أنتي عطشانة فإذا رمشت بعينها يعني إيه أنا أي أم لا، إذا ما رمشت يعني زين. أنت بدك تحكي على أوجاع وآلام واشياء معينه يعني ما ممكن انه انت شلون يقدر يوصلها. صحيح. فهذا الموجات اللي تطلع وهي كلها طبعا موجات مشابهه ومتقاربه جدا الاشارات مالتها. نعم. مثل ما قلنا احنا اكو اجهزه يعني تفسر ويعني تخليه بنمط انه هو هذا يريد مثلا مي، هذا عنده وجع بفلان مكان. هذا التركيز ان شاء الله على المشاريع المستقبليه. كل التوفيق لحضرتك. استاذ، كلمه اخيره لحضرتك. كلمه اخيره، والله يعني اتمنى انه الدوله يعني تنتبه لهذا القطاع. نعم. يعني احنا نريد ناخذ تجربه المانيا الغربيه او المانيا سيئة ماكو المانيا الغربيه. نعم. الطلبه يعني تقريبا المعدل مالتهم 70 الى 80% يتوجهون الى المدارس المهنيه، لأنه هناك عندهم نظام يسموه التلمذة الصناعية، وإحنا دخل عندنا هذا البرنامج بس مع الأسف يعني فشل. هناك الطالب بس مجرد أنه هو يعني يتخرج من المتوسطة يقدم الشركة أنه هو مثلا اختصاصه كهرباء، يحب الكهرباء
ومو اختصاص كهرباء وبعد مدارس كهرباء، فتسوي عقد ويا الشركة تنطيه فد راتب بسيط، يعني مو راتب عالي جدا، هو راتب الموظف العادي، لا راتب بسيط، من خلاله يداوم 4 أيام بالشركة ويومين عنده يداوم نظري، يعني يروح للمدرسة مالته نظري. الطرفين مستفادة، يعني الشركة مستفادة لأن أكو أيدي عاملة أجتي راح تشتغل عنده بأجر كلش بسيط. والطالب يستفاد أيضا، هو صار عنده خبرة عملية، أنه هم خبرة وهم تشغيل عياد العاطل. نعم. وبعدين إنشال الثقل من الدولة، يعني بدال ما إحنا نصرف على البطاقة التمارين والأجهزة والهذا، وراح يساهم بعدة مجالات. بالضبط، راح يساهم بعدة مجالات وراح هذا بالتحصيل الحاصل. ومن يكمل الثالث المهني هو عنده راتب ويستمر بالمعمل هذا اللي هو بيه أو المصنع أو الشركة، إضافة إلى هذا هو راتبه راح يصير يعني أكيد أكثر من هذا، وحتى هم منطين نسبة إنه هو الراتب الشخص الفني المتمرس طبعا بعد ما يعني يجتاز عدة اختبارات الراتب مالته 4 أضعاف إلا راتب الطبيب. يعني يوصل في المرحلة كلش ممتازة. فإحنا نتمنى من الدولة إنه يعني تدعم هذا المشروع وتحاول إنه الطلاب المتفوقين تخصصون لهم فد يعني فد حقل. يعني احنا كنا بالرعاية العلمية عندنا 10 مقاعد دراسية بدون معدل، 10 مقاعد دراسية بالجامعة التكنولوجية ضمن الاختصاص، وهاي تصير بيها مسابقة علمية نزيهة جدا، يعني ما بيها يعني العفو عذرا للواسطة، يعني خلينا نقول هذا خلال سنوات كم سنة هو بالرعاية العلمية، شنو المشاريع اللي قدمها، عدد المشاركات اللي قدمها، الجوائز اللي نالها شقيت، على أساسه ينطوا نقاط، نقطة نقطتين ثلاثة أربعة خمسة، بعدين يدخلوهم مجموعات يشوفون منه هو أعلى نقاط، يختارون 10 من عندهم يدخلوهم، لأن أكيد هو هذا اللي عنده يعني اختراعات أو أجهزة أو عنده يعني أشياء علمية. المفروض يكمل طريقة، مو يكمل طريقة. نتمنى أن الدولة أنه تدعم الطلاب لأن هم مستقبل هذا البلد. ممكن يقدمون مشاريع عديدة، يعني المخترعين وغيرها ممكن يقدم أشياء تفيدنا إحنا. كثير عندنا موهوبين هنا مظلومين بالعراق بسبب التحيز أو عدم اللامبالاة والاهتمام بهذه الأمور. أكيد أكيد أكيد. شكرا لك استاذ، نورتنا. نورتنا. شكرا لحضرتك برنامج صباح الديار، شرفتنا ونورتنا، ونشكرك على معلوماتك الجميله والراقيه. اعزائنا المشاهدين مستمرين وياكم، لكن بعد الفاصل خليكم ويانا.